أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم. يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج إلى التفصير، صل على محمد وآل محمد وافعل بي حاجاتك.